ورجعنا لكم بعد الفاصل وزي ما وعدناكم بمسابقه ميس ميك اب فيستيفال. في البدايه ميس ميك اب فيستيفال ده مهرجان هيتعمل لاول مره في مصر للميك اب ارتست، في 30 ميك اب ارتست مشاركه، كل 10 هتعمل لوك مختلف، 10 كاجوال و10 ويدنج و10 سواري. لكن النهارده في الحلقه عندنا مسابقه كده صغيره هتحكم فيها خبيره التجميل شيماء ابراهيم اللي منورانا لتاني مره. شيماء رياض، ازيك يا استاذ شيماء؟ معلش. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. طبعا استاذ شيماء رياض مش اول مره تبقى معانا، يعني حضرت معانا حلقتين قبل كده ودي الثالثه صح؟ منورانا دايما كل حلقه. شكرا. ومعانا الميك اب ارتست ياسمين، ازيك يا استاذ ياسمين؟ الحمد لله كله تمام. حلو؟ كله زي الفل. الطريق كان حلو؟ قوي. ومعانا الهاديه استاذه ضحى. عامله ايه يا ضحى؟ الحمد لله كمان الحمد لله. نرحب طبعا بالموديل اسراء. ازيك يا اسراء؟ واسراء برضو؟ ما شاء الله. إسراء. في البدايه يعني هنتكلم معاك الاول ياسمين، انت عملتي اللوك ده على اساس انه كاجوال ولا سواري ولا ويدنج؟ هو سواري وسيمبل الاثنين، يعني سيمبل جدا. سواري سيمبل قوي. شيماء ده سواري. تمام. وانت يا ضحى؟ ده ممكن سواري وممكن عروسه وممكن كاجوال، فينفع كذا حاجه. يعني ده ممكن جامعه برضو. سوري يا محمد. ممكن جامعه تقيل شويه على الجامعه. طبعا. الرموش صح ولا لا؟ والاي شادو كتير على الجامعه. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نقلل شويه في الجامعه علشان يوميا وكل يوم وكده، فنحاول على قد ما نقدر ما نكدش بشرتنا. انت ضحى بقالك كام سنه شغاله في الجامعه؟ بقالي سنه ونص. ده انت لسه بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم وعامله لنا الحاجه الحلوه دي، ده ما شاء الله بجد. خدت كورسات؟ خدت كورسات الحمد لله. يعني انا ما كانتش موهبه خالص بصراحه. يعني انا الفضل الاول والاخير يرجع الكورسات اللي خدتها. خدت عند مين؟ خدت عند رميس نصير. اكاديميه رميس نصير. وانت يا ياسمين؟ لا انا بشتغل في المجال ده بقالي حوالي 6 سنين او اكتر كمان. ما شاء الله. هي في الاول في الاصل طبعا موهبه، انا برسم بورتريهات وكده وعندي الموهبه من زمان. يعني انت يعني انت فنانه اساسا. فبدل ما ترسم على لوح رسمتي على وش اسره. كنت برسم في الاول على لوح، دلوقتي برسم على ميك اب بقى. لا انت تعملي لي لوحه اكيد من عيوني. انا لازم استغل اي يجي. يعني بصي هو بقى لي فتره كبيره مبطله رسم، بس يعني هنحاول كده ان شاء الله. عارفه لو دكتور مثلا بيعالج السمنه وهي رفيعه كده هتقول له خسسني. خسسني. هو انا عايزه اخس الصراحه. لا ان شاء الله. ما شاء الله. ايه رايك بقى في الشغل ده؟ انا فعلا لاحظت ياسمين عندها في حاجه في الرسم، لان هي عامله كونتورين حلو قوي لاسراء، يعني محدده شويه الوش بتاعها. هي اسراء نحيفه شويه، فهي ربعت لها الوش كده بطريقه ظريفه جدا. انا عشان شفت قبل وبعد شايفه الفرق يعني. واستاذه ضحى وبرده ممتاز ممتاز، بس الكونتورين هنا اقوى شويه. ليه بقى ده؟ تحديد ملامح ال قولي لنا كده وجهه النظر. ما حبيتش ان انا ابرز الملامح قوي، لان هي وشها بصراحه حلو عجبني، فانا ما حبيتش ان انا ابرزه اكتر من كده. يعني انت شايفه ان ده كده ده اللوك المناسب؟ ده الميك اب المناسب عشان ينفع كمان سيمبل اكتر وينفع انها تبقى سواري فاهم كده احسن. طب قولي لي يا ضحى، هو انت عامله لها كذا لون فوق عينيها، يعني دمجه كذا لون ولا ده لون واحد؟ لا كذا لون، ثلاث الوان تقريبا او اربعه كمان. الدمج ده بيبقى يعني سهل على الميك اب ارتست اللي هي لسه بادئه ولا ده بيجي مع الخبره؟ هو بيجي مع الخبره، بس انا يعني بصراحه ما خدش معايا وقت كتير. يعني بدات ادمج من اخر يوم كورس. ايه رايك في الدمج يا استاذ؟ هو الدمج حلو، بس انا يعني هي وشها بيضاوي. يعني سوري ان انا يعني لازم اكون فير، يعني هي الوش البيضاوي المفروض ان هي يعني شويه تقلل الطول بتاع الوش، فكانت شويه تلعب مثلا بالكونتور تغمق الجبهه شويه والدقن شويه، فده مش فارق نهار او ليل، بس كعين الشغل بيرفكت يعني. وهو مش هيطلع الحاجات البسيطه دي الا اذا كان حد يعني في نفس لكن هي يعني كلوك عام كتير ممتاز. يعني ياسمين هي اسراء تعبتك في الميك اب صح؟ طب هي بشره اسراء جافه ولا دهنيه؟ لا بشرتها مختلطه، يعني اللي انا شفته لحد دلوقتي مختلطه. مفيش حد ما قالش كل احنا مختلطه. بنحاول نساعدك والله، بس دايما الناس تيجي تقول عليكي مختلطه. احنا بنعمل ايه؟ انت مختلطه. طب انت شايفه، يعني انا عارفه ان محمد هيعلق على دي برضو، شايفه ان الميك اب بتاعي لايق؟ جميل. انت عايزه شغل بس في العين اكتر شويه. في العين صح؟ لا انت تقريبا مكتفيه بالرموش بس.
لا كنت عايزه شغل في الاي شادو شويه. طب بعد ما من عيوني ده كده في اللوك بتاع عيني. لا ما شاء الله قمر. لا احنا لازم كمان نسال ده خبريه التجميل دي ايه بقى اللي محتاج يتعدل في مين؟ فيا. فيكي يعني هو كان افضل يعني عشان التلفزيون وكده كمان تستخدمي الوان النوت شويه لان اللاش الرموش بتاعتك يعني ما فيش الوان تسحب شويه فقافله عينيكي مصغراها فكان يعني شويه عاوزه شويه كونتور مع الشادو كده فكان هيظبط اكتر يعني خليكي على الوان النوت حتى لو عايزه حاجه ناتشرال لوك حطي نود يعني الوان النوت. سامعه يا شيماء؟ طيب اسمعي يا شيماء اللي بتعملي الميك اب. طب قبل التقييم عايز اعرف كل واحده دخلت المجال هل هو حب ام هوايه؟ انت فن يعني في الاول هوايه طبعا وانت كنت عايزه خالص هو انا حابه ان انا افرح حد حابه ان انا مين بقى اكتر حد كان داعم ليكي يا ضحى؟ مامتي وبابايا بصراحه البيت كله. وانت كنت عايزه تدي هدا لمين؟ ايه المفاجاه دي؟ يعني بحب اشكر بابايا ومامتي برضو هم اللي دعموني جامد في المجال واختي واخويا كلهم وابني كمان ربنا يخليهولك ربنا يخليك. طيب انت تقولي ايه الرساله للناس اللي بتتفرج عليكي دلوقتي وبتتابعك؟ حابه اشكرهم جدا بجد ان هم وقفهم جنبي واللي وصلوني اللي انا فيه دلوقتي شكرا لكم. وياسمين خربت الدنيا على الانستجرام انت والله ايه ده فعلا مين متابعني والله؟ كلنا. طب زي الفل الحمد لله دي حاجه كويسه. الناس اللي متابعاكي والناس اللي هي بتتفرج عليكي دلوقتي احب اشكرهم طبعا لان انا قبل طبعا الحلقه نزلت على الجروب بتاعي وعلى الصفحه وكده ان انا هطلع في برنامج وكلهم دلوقتي مستنيين وقاعدين بيتفرجوا. ايوه ودي حاجه موتراني اصلا. في ناس كتير بتبعت على فكره وكانت مستنياكي دي حقيقه والله. انا عايز اتكلم عن المسابقه. المسابقه دي هتكون اولا خبيره التجميل هايدي صلاح هي هتكون عضو لجنه التحكيم وهيكون طبعا معانا استاذه شيماء رياض تمام معانا من الفنانين منى فضالي هتكون عضو لجنه التحكيم ومجموعه من جميع الفنانين ان شاء الله في مصر هيكونوا حاضرين المسابقه دي 30 ميك اب ارتست هيشتركوا 10 لوك كاجوال و10 سواريه و10 ويدنج كل 10 هيطلع منهم واحده يعني دي مثلا هتبقى اشطر واحده في الويدنج ودي اشطر واحده في السواريه واشطر واحده في في الكاجوال تمام فان شاء الله دي الحدث الاول اللي يحصل في مصر ان حاجه تبقى للميك اب ارتست بس يعني دي حاجه تبقى للميك اب ارتست بس مش فاشون شو بقى اللي احنا هنجيب بقى عروض ازياء وندخل فيها كم لا 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 ده ايفنت للميك اب ارتست بس فانتوا ايه رايكم في الفكره دي؟ موضوع جميل بصراحه حلوه جدا بالك يا استاذ شيماء جميل قوي هو كمان محفز ان هو يبقى فيه منافسه وان كله عاوز يعمل حاجه افضل طبعا دي منافسه شريفه يعني وطبعا هيكون في تغطيه اعلاميه وصحفيه طبعا كتير حلو قوي الراعي بتاع الشركه دي كونسبت شركه كونسبت هي الراعي للايفنتس ده طبعا الثلاثه اللي هيكسبوا هياخدوا بوكس من بوكس ميك اب من شركه كاتاراكت اللي هي شركه الميك اب معروفه هي اساسا في دبي وليها فرع هنا في مصر بقيمه ماليه عاليه يعني وهيبقى اختلاف في الدرع يعني ال 30 ميك اب ارتست هيكرموا بس الدرع بتاع الثلاثه الفائزين هيبقى مختلف عن الدروع الثانيه تمام فانا عايز اسمع منك دلوقتي يا استاذه شيماء التقييم انا بس بالنسبه لياسمين عاوزه اقول لها حاجه بس انا طبعا عذرهم هما الاثنين عشان الوقت كان ضيق عليهم بس الفينيشنج بتاع الحواجب عندهم هما الاثنين عايز تظبيط شويه والهايلايت بالنسبه لاسراء ياسمين كان لا محتاج هايلايت ما احنا قلنا يلا بسرعه ما احنا فاهمين من عشان كده قلت السبب بس كان شكل اللوك ده تقريبا في 10 دقايق ربع ساعه كتير يعني ما هو دايما لما يكون في تصوير وكده فبيبقى فيه سرعه شويه بس هي بتبقى لمسات خفيفه كده بتظهر بتدي تكمله الشغل الفينش طبعا هي اسراء بس كان ناقصها شويه اضاءات ده بالنسبه لشغل ياسمين وبالنسبة لضحى كان بس شوية في الكونتور بس كشكل عام هما الاثنين مكياجهم يمشي سواريه وسهرة مش شايفة حد منهم ينفع مكياج نهار او جامعة او كده بس يعني طبعا اذا كان هيتعمل زفاف او كده بيبقى فيه شوية جليتر شوية بيبقى فيه تفنيشات معينة كده وقت على حسب المناسبة والاثنين اسمهم اسراء والاثنين لابسينها هيكول
فيعني حاببني اقيم دلوقتي يعني. احنا كنا عايزين مزيكا بقى اللي بتوجع القلب دي في ان شاء الله في الايفنت ان شاء الله. يعني كم من 10؟ عايزه اسراء شويه. ايه لا احنا مش هنقيم كم من 10 لان هما الاثنين هيتظلموا لو كم من 10 علشان البرنامج يعني وقته كان ضيق عليهم. ف بس يعني كشكل عام يعني كده لما تبص للنظرة الاولى احس ان اسراء يعني الشغل بيرفكت اكتر اللي هي مع ياسمين شغل ياسمين. بس يمكن ضحى برضو حلو بس يعني لمسات بسيطه بس كانت هتظبط حته ال يعني يمكن هي اللي فارق في ياسمين تقريبا يعني ما بفهمش في الميك اب قوي بس لون الروج تقريبا مخلي وش اسراء ظاهر اكتر. برضو هو اكتر حاجه بنبص لها. اول حاجه ايه اللي اول حاجه رسمه الوش ككونتورين او نحت الوش. بعد كده نبص على التفاصيل بتاعه نظافه الميك اب. هو ده ميك اب برونزي اصلا؟ حاسه ان هو غامق شويه. ما انا عشان كده كنت بقول ناقص شويه هايلايت. هي حاطه لها تقريبا الباودر اللوز باودر اللي على صفار شويه على بنانا باودر فكان محتاج شويه بس. لكن هنا لا الدرجه هنا حلوه يعني. بس هي فكره بس التفنيش يعني الحواجب روج طبعا لو في عدسات مثلا لاسراء كان الموضوع كان هي حاطه اوريدي بس نورمال كالر يعني قوي قوي فلما نحب نبرز اكتر طبعا. ياسمين تسلم ايدك طبعا تحفه وانت يا ضحى برده هو تحفه طبعا. القرار الاول والاخير هيرجع هنا. لا بس هي الفكره كلها ان اللوك بتاع اسراء اللي عاملاه ضحى تحس ان هو مدي على الجراء شويه يعني هو لوك جريء شويه غامض كده مش زي بتاع اسراء. يعني اسراء مثلا فريحي صح ولا انا بفتي مش عارفه. انا مش عارفه هي غامض يعني ايه بس يعني عشان انا بفهم ده زي ما هي. انت قلتي اللوك اسمه ايه يا ايمي؟ بلوند. هي عامله برونزي. برونزي حاسه ان هو برونزي البرونز درجات البرونز مش عارفه تحسي ان اسراء احس اسراء هي اللي فيها درجات البرونز صح ياسمين ولا ايه؟ وهي بينك او نود بحط النود كل. بصي احنا جايبين تكريمات ليك كلكم عشان محدش يزعل تمام. ف دي الاستاذه ياسمين حاتم. ايوه صح اهي يا جماعه بصوا شهاده الاستاذه ياسمين. انا هديها لها. انا هديها للاستاذه ياسمين بس. اتفضلي. شكرا. اتفضلي يا استاذه ياسمين. بصي وريها للكاميرا كده. الكاميرا بتتخن بتتخن 5 كيلو الحقيقه والله. 7 لا 5 كيلو والله 5 كيلو. لا ودي في 5 كيلو بقى عشان لبس الشتاء وكده. والاستاذه شيماء رياض اللي على طول منوراني والله. شكرا يا محمد. على فكره يا جماعه شيماء رياض هتدي كورسات. اتفضلي يا استاذه شيماء. شكرا ميرسي قوي. شكرا. ضحى ومسك الختام. حتى ندي دي ضحى. حاسه ان انا عايز اروح الدلع بس. عايزين تدي ضحى؟ ضحى. مين يا ضحى؟ سوري معايا. شكرا. مبروك يا ضحى. بصي هنا. ضحى هاديه جدا. كيوت. لا هو انا عايزه اضيف حاجه ان حلو قوي ان لما تكون اخلاق الميك اب ارتست تكون يعني هاديه وكده لان اكتر الكلاينت بيكونوا نرفز ومتوترين عشان المواعيد بتاعتهم وكده. وكمان ياسمين شكلها باين عليها. الاثنين ما شاء الله يعني انا من كلامي معاهم لاحظت يعني. فهو الهدوء مطلوب جدا في المهنه بتاعتنا علشان الحاجات اللي بتحصل يعني. شكرا جدا يا استاذه شيماء. شكرا يا ياسمين. بنشكرك يا ضحى. بنشكرك يا اسراء ويا اسراء ويا ايمي نورتونا النهارده والله. واحنا كمان بنشكرك يا محمد. بكده تكون اخر فقره عندنا في الحلقه خلصت ان شاء الله. استنونا الثلاث الجاي الساعه 7 وبرنامج الجري والجميله.